السلام عليكم أعزائي طلاب الصف السادس ابتدائي. إن شاء الله اليوم راح يكون عندنا الجزء الرابع الخاص بالوحدة الثالثة. طبعا هذه الوحدة من الوحدات المهمة جدا كما ذكرنا سابقا، فراح يصير يعني الدرس راح نتأخر به، يعني احتمال الدرس ناخذ به فد محاضرتين ثلاثة، يا الله يكمل، لأن تمارين الوحدة الثالثة هواي وراح يكون تركيزهم بالامتحان الوزاري على الوحدة الثالثة، فأريد متابعتك هذه الوحدة واهتمامك بها حتى إن شاء الله تقدر تأخذ درجة زين. طبعا بالموضوع السابق حكينا عن موضوع الانترنت وطبقناه عملي، فاليوم رح ناخذ تمارين الخاصة بموضوع الانترنت، ناخذ إلى خير موضوع إضافي. فأول تمرين رح ناخذه اللي هو بكتاب النشاط صفحة 42، read match the icons with what they mean. يقول اربط الايقونات بمعنى باو. هنا عندنا scroll up down icons، يقول ايقونة التمرير الاعلى والاسفل، search icon ايقونة البحث، click icon ايقونة النقر، internet icon ايقونة الانترنت، touch screen icons اللي هي ايقونات شاشة اللمس. هسه اريد اعرف كل واحدة من ذني شن معناها. هسه اول واحدة عندنا search up down icons، شنو معناها؟ لاحظ scroll means move، يقول شنو معنى التمرير؟ التمرير شنو معناها؟ معناها الحركة. you can go، تستطيع الذهاب للأعلى up or down أو للأسفل to see what you want، لترى ماذا تريد. إذن هسه إذا جاب لك قال لك scroll up down icons شنو معناها؟ معناها move، حركة. لاحظ search icons شنو معناها؟ search icons means look for something، البحث عن شيء ما. إيقونة البحث search icons شنو معناها؟ look for، البحث something، البحث عن شيء ما. هسه search icons معناها look for. number 3 click icons إيقونة النقر شنو معناها؟ click is a short sound on computers، في الكمبيوتر. click means، بس احنا ما لنا علاقة بهذا الحكي. click means النقر معناه choose، الاختيار. النقر شنو معناه؟ معناه الاختيار. choose something you want to see or do، يقول اختيار شيء ما تريد يعني مشاهدته او تريد فعله. نجي الدور للانترنت ايكونز، ايقونة الانترنت شنو معناها؟ the internet connects millions of computers، يقول الانترنت تتصل ملايين من الكمبيوترات. the web، the world wide web or just www، يقول هاي www من جايتني؟ يعني هذا شنو اصلها؟ the world wide web اللي هي شبكة الانترنت العالمية. is how you access information using the internet، شلون تستطيع ادخال معلومات مستخدم الانترنت. اذن ايقونة الانترنت معناها اللي هي www. touch screen icons اللي هي ايقونات شاشة اللمس شنو معناها؟ معناها سمارت فون، الهواتف الذكية، and some computers، وبعض الكمبيوترات مو كلها، and laptops، laptop have touch screens، شنو بيها؟ بيها شاشة لمس. الهواتف الذكية احنا منتهي من عندها، بيها شاشة لمس بس. يقول لك بعض الكمبيوترات وبعض اللابتوبات هم بيها شاشة لمس. زين you don't need a mouse with a touch screen، شنو معنى touch screen؟ اللي هي يقول لك you don't need a mouse with a touch screen، انت ما راح تحتاج شنو، ما راح تحتاج الفأرة او الماوس حتى تقدر تشتغل، لان هي اصلا بيها شاشة لمس. من خلال شاشة اللمس تقدر تختار، تقدر تنقر، فما حاجة الى الماوس. اتمنى هذا التمرين ينحفظ، يعني scroll up down icons تجي معناها شنو تقول؟ معناها move، search icons معناها look for، click icons معناها choose، internet icons معناها www، touch screen icons
معناها you don't need a mouse with a touch screen. هذا التمرين بنفس الصفحة، بس هذا شنو؟ عندنا تمرين بي، ذاك تمرين A. لاحظ تمرين البي يقول لك اربط لي A B، اربط لي الجدول الموجود بA ويا الجدول الموجود بB. هنا نحتاج بأن احنا نتذكر استخدامات الانترنت، شلون نقدر نستخدم الانترنت، الخطوات زين، ويعتمد على حفظنا للمعاني اللي شرحناهن بالدرس السابق. قلنا اذا ذني المعاني حفظتوهن اموركم تمام، راح نضبط موضوع الانترنت. نجي احنا نعيد، go online معناها الاتصال بالانترنت، search معناها البحث او ابحث، key in معناها يدخل، press يضغط، navigate يتنقل، click ينقر. هساني اريد اربط A ب، خلينا نشوف B. enter on your keyboard الادخال من خلال لوحة المفاتيح الخاصة بي، the web page by scrolling up or down صفحة الويب بواسطة التمرير الأعلى والتمرير الأسفل، the web اللي هي شبكة الويب، to find a website لتجد الموقع الإلكتروني، using your mouse استخدام الماوس الخاص بك، the address you want العنوان الذي تريده. هسه يلا number one go online الاتصال بالإنترنت، شو راح تأخذ من B؟ أريد أكمل عبارة كاملة من التصل بالانترنت حتى شنو؟ good to find a website go online اتصل بالانترنت حتى شنو؟ حتى اجد الموقع الالكتروني to find a website. search عن شنو ابحث؟ شنو؟ search the web ابحث عن الويب. قلنا بعدين نلقى عبارة https تذكرون هاي العبارة؟ زين key in يدخل، شو يدخل؟ good key in the address you want يدخل العنوان اللي تريده. زين press اضغط، على شنو اضغط؟ press enter on your keyboard اضغط على الدخول، قلنا enter معناها دخول، اضغط على enter مين؟ من خلال لوحة المفاتيح الخاصة بي اللي بموبايلي او بالحاسبة اللي عندي. navigate اتنقل، شلون اتنقل؟ اتنقل نقل the web page by scrolling up or down، نتنقل بواسطة التمرير للأعلى والتمرير للأسفل. number 6 click انقر، من خلال شنو انقر؟ using your mouse انقر من خلال استخدام الماوس. هسه راح ننتقل للتمرين اللي بعده، وهذا التمرين اعتبره جدا جدا مهم، يعطيك كلمتين واحدة صح واحدة غلط، احتمال يعني بالامتحان الوزاري تيجي صيغته يعطيك كلمتين واحدة صح وواحدة غلط وانت تختار من عندهم، فأريد انتباهك وياي. لاحظ هذا التمرين هم يعتمد على حفظك للمعاني الموجودات بالمحاضرة السابقة، إذا حفظت الكلمات والمعاني راح تقدر تجاوب أي تمرين. كتاب النشاط هنا عندنا صفحة 44 يقول there is a mistake in one word in each sentence underline the mistakes، يقول أكو هناك خطأ كلمة واحدة بكل جملة، يقول لك كل جملة بها كلمة واحدة غلط، فأنت ايش راح تسوي؟ underline the mistake، تخلي شو تسوي؟ تخلي خط على كلمة الخطأ، وراها شو تسوي؟ أصحح الخطأ. وأنا أخليه هنا، يعني سا الجملة الأولى enter word ما عندي كلمة enter word، شنو الصحيح مالته؟ enter net مو enter word. هسا نجي number 2 first you go on web to find what you want، شنو العبارة الغلط اللي قاعد اشوفه في هاي الجملة؟ good on web ما عندي شيء اسمه on web، ايش عندي؟ good عندي online، اول شيء لازم شنو؟ لازم اتصل بمن؟ اتصل بالانترنت online go online حتى اجد، حتى اجد الموقع الالكتروني. good خلينا نشوف number 3 then you search for a web place that you are interested in، شنو العبارة اللي قاعد اشوفها غلط من نحكيها؟ good web place ما عندي شيء اسمه web place، ايش عندي؟ عندي web page اللي هي صفحة الويب، اذا number 3 web place غلط، شنو جوابي؟ web page. good number 4 you can key out an address if you know it، نفس الحالة، شنو الغلط اللي عندي؟
good key out زين استاذ شنو صحيح مالتها صحيحة key in key in number 5 when you want to see more about something on your screen just click on it كعبارة عندك او كلمة عندي كلمة هنا غلط يا هي good clock ساعة زين جاب الساعة موضوع الانترنت شنو الصحيح ماتي click انقر عليها نقر click مو clock number 6 I want to search for information about making cakes here is an interesting dress https://www.homecakes. كلمة عندي غلط هنا يا هي good dress ما معناها فستان انا قاعد احكي على الانترنت ما عندي شيء اسمه فستان موضوع الانترنت شنو الجواب مالتي good address هنا معناها عنوان انتبه هي خويا نفس الكلمة بس شنو مضايف له AD الحرفين AD اذا من نضيفين تحول لي كلمة فستان شو تصير معناها عنوان لاحظ address فستان address عنوان انتبه على هاي الكلمة 7 now scroll up and down to see more web pages شنو الكلمة اللي قاعد احاول غلط من خلال قراءتي good scroll up ما عندي شيء اسمه scroll up ايش عندي good scroll up and down تمرير الاعلى وللاسفل scroll معناها مدرسة فانتبه 8 using your house or touch screen to find what you want is called navigating شنو الكلمة الغلط اللي عندي هنا good your house يقول استخدم بيتك او استخدم اللمس حتى تقدر تجد اللي تريده زين البيت الجالب النص اذن هاوس غلط شنو good ماوس استخدم الفأرة او الماوس او التاتش سكرين حتى اجد اللي اريد لهنا انتهى التمارين المهمة الخاصة موضوع الانترنت ارجع واقول لك الكلمات اللي بالدرس السابق مهمة جدا جدا تحفظها تعرف طريقة شلون استخدمنا الانترنت واحنا طبقناها عملي يلا تجي تحل التمارين تقدر تسيطر عليها هسه خلصنا من موضوع الانترنت راح نروح عندنا موضوع اللي هو اسمه الضمائر الانعكاسية الضمائر الانعكاسية استاذ شنو يعني الضمائر الانعكاسية انتبه هي ضمائر تحل محل المفعول به يعني مكان ما اخلي مفعول به هذه تعود عن المفعول به تعود على الفاعل من اللي قام بها الفاعل سواء كان الفاعل ضمير او اسم استاذ شنو ضمير هسه اوضح لك الاسماء اللي هي الاسماء العلم علي احمد منى الى اخره اما الضمير هسه اوضح لك تشتق باضافه self للمفرد selves للجمع self للمفرد selves للجمع اجي هسه عندي ضمائر الفاعل اللي هي اللي هي معناها هو تستخدم للولد she هي للبنت it لغير العاقل المفرد they للعاقل الجمع وغير العاقل الجمع we بمعنى نحن للجمع you أنت و I معناها أنا اللي هي قلنا اسم ولد وأقدر أعوض أي اسم ولد مكانه بمن ابهي زين he وإذا جاني علي أو أحمد أو أمير أو أي اسم ولد شنو الضمير الانعكاس الخاص بي himself good اذا كان الفاعل شيء ضمير او اسم نور منى فاطمه رقيه الى اخره شنو الضمير الانعكاسي الخاص بالاسم البنت herself good it او اسم غير عاقل door cat pen الى اخره اسم حيوان او جماد itself اعوضها itself إذا كان الفاعل جمع they الأسماء إذا جتني علي and أحمد doors cats إلى آخره جمع لاحظ جمع s أكو s هنا أنا اسميا فشنو ضمير الانعكاس الخاص بها themselves themselves إذا كان الفاعل we ضمير أو إذا جاني اسم قلنا الوي إحنا بالوحدة الأولى أقدر أعوض شنو اسم زائد I
او قال لي مونا اند اي، فانا باي الحاله شنو ضمن الانعكاس الخاص ب اور سيلفز، اور سيلفز. اذا كان الفاعل يو بعض الاحيان اليو بمعنى انت تعتبر مفرد، وبعض الاحيان بمعنى انتم ويعتبر جمع. اذا كان جمع نقول يور سيلفز، واذا كان مفرد نقول يور سيلف. زين استاذ، انا شلون اعرف المفرد لا جمع؟ لا تحتار، تريد تكتب يور سيلفز، تريد تكتب يور سيلف، اثنينهم صح. بالامتحان لما تجيك ما يجنك يعني بالاختيارات يقول لك هذه وهذه اختار واحده من عندهم، لا، اذا اريد يجيب لك يجيب لك، يقول لك يور سيلف او يقول لك هيم سيلف، تختار يعني اذا جاب لك الفاعل يو. فاريدك تركز لي هنا، واضح؟ اذا كان الفاعل اي شنو ضمير انعكاسي؟ myself، I myself. هذا الجدول ينحفظ، انتبه لنا شوية. كتاب النشاط صفحة 41، هنا يقول لي استخدم لي الضمير الانعكاسي. لاحظ الجملة الأولى، يقول I cut myself with a sharp knife. أنا ايش حاط لك؟ حاط لك myself. استاذ أنا على أي أساس حطيت myself هنا؟ ليش ما خليت مثلا yourself؟ ليش ما خليت himself؟ شنو السبب؟ انت هنا شنو الفاعل مالتك؟ فاعل مالتك اي. احنا شنو قلنا؟ قلنا ضمير المفعول به على من يعود؟ يعود على الفاعل. اذا هنا الفاعل اي، فش خليت؟ خليت myself. لاحظ. هسه نجي للجملة الثانية، يقول they tell to cook، يقول لي استخدمني ضمير انعكاسي هنا. راح اقول انا themselves. استاذ على اي اساس خليت themselves؟ عيني انا هنا شنو الفاعل مالتي؟ فاعل مالتي they، وضمير انعكاسي مال they شنو؟ themselves. زين. نمبر 3، you have a cold you should look after فراغ yourself or yourselves. اثنين صح. زين استاذ على اي اساس خليت yourself او yourselves؟ شنو الفاعل مالتي يعني هنا؟ يو. شنو الفاعل مالتي؟ فاعل يو، ضمير الانعكاسي مال اليو yourself او yourselves. 4، we enjoyed فراغ at the park، ضمير الانعكاسي شنو؟ ourselves. ليش؟ شنو فاعلي؟ فاعلي وي، وضمير الانعكاسي مال الوي ourselves. 5، he fell off his bike and hurt فراغ himself. ليش خليت himself؟ ضمير الفاعل هي، وضمير الانعكاس مالته himself. نمبر 6، انتبه لهنا، هذان الجملتين شوية يحتاجون انتباه. My sister likes to look at فراغ in the mirror. انا ايش راح اخلي هنا؟ راح اخلي herself. استاذ على اي اساس خليت هير سيلف؟ نيجي احنا، وش قاعد يقول لك؟ ماي سيستر، شنو معنات ماي سيستر؟ اوف ماي، شنو معنات سيستر؟ معناها اخت. ماي سيستر اختي، الاخت اسم بنيه، واسم بنيه بمن اعوضها؟ بيا ضمير، ضمير شي، والشي شنو ضمير انعكاسي؟ هير سيلف. واضح؟ ماي سيستر معناها اختي، اختي ضميرها انعكاسي خلي فوق هنا بين قوسين مثلا بالامتحان اكتب شي، الشي شنو ضميرها انعكاسي؟ herself. نمبر 7، my cat saw فراغ in the mirror، شنو جوابي؟ خليت itself. استاذ على اي اساس خليت itself؟ لاحظ، my cat، عوف الماي، شنو معنى cat؟ قطة. اذا القطة مفرد غير عاقل، بمن اعوضها؟ بيا ضمير، اعوضها بالايت، صح؟ زين، الايت شنو ضمير انعكاسي؟ itself. لنا انتهى درسنا لهذا اليوم، بالتوفيق.